سيارات الدورية. مرحباً مات، تبدو مشغولاً الليلة. رائع، المدينة تبدو هادئة. يبدو أن كل المشاغبين نائمون. مات، هل تسمع أحدهم يبكي؟ أم أنا أتخيل؟ هيا لنتفقد الأمر. انظر، إنه الجرار بن. بن، هل رأيت أحداً يبكي؟ دعنا نوقظ جاري شاحنة القمامة، ربما يعلم شيئاً. جاري، نأسف لإزعاجك، هل سمعت أحداً يبكي؟ لا شيء هنا، هيا لنتفقد الشارع. إنها سوزي، السيارة الوردية الصغيرة. سوزي، ماذا تفعلين هنا؟ ما الأمر؟ أوه، الضوء لا يعمل وتخافين من الظلام؟ نعم صحيح، المكان مظلم جداً. لا تقلقي سوزي، أنت في أيدٍ أمينة. هل يمكنك إضاءة المصابيح الأمامية؟ أوه، المصابيح الأمامية لا تعمل. لا عجب أنك خائفة. لكن لا تقلقي سوزي، مات سيوصلك للمنزل بأمان. مات، إلى أين أنت ذاهب؟ ما الأمر؟ فهمت، فرانك يبعد شارعين فقط، سيسمعك. مرحباً صديقي، نحتاج مساعدتك. سوزي هنا، تريد الذهاب إلى المنزل، ولكن مصابيحها الأمامية لا تعمل، والشارع مظلم. هل تساعدنا فرانك؟ شكراً فرانك. هل يمكنكم اصطحاب سوزي إلى المنزل أصدقائي؟ لا تقلقي سوزي، مات وفرانك سيساعدانك. هل سمعت هذه الضجة؟ من أين أتى هذا الصوت؟ انظروا إلى الظل، يبدو كوحش مخيف. هل نعود أدراجنا؟ أوه، هذا بيلي الجرافة، نائم أثناء القيادة. بيلي، استيقظ، استيقظ يا بيلي. بيلي، هل يمكنك أن تخبرنا كيف نعود إلى مركز مدينة السيارات؟ رائع بيلي، شكراً جزيلاً، ومن فضلك لا تقود وأنت نائم. وداعاً بيلي، نراك لاحقاً. هيا يا سوزي، لقد وصلت سالمة. وداعاً سوزي. ولا تنسي إصلاح مصابيحك غداً في الصباح. مات،
فرانك، نراكما في المرة القادمة. مع السلامة.